عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعه اعمال التشغيل والصيانه لمباني الحي الحكومي بالعاصمه الاداريه الجديده بعد تشغيلها وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع اعمال التشغيل والصيانه لمباني الحي الحكومي حيث اكد انه ستكون هناك متابعه دوريه لهذا الملف لضمان استدامه كفاءه مباني الوزارات كما اكد رئيس الوزراء اهميه تهيئه بيئه عمل مناسبه للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءه اداء الموظفين بالحي الحكومي